اهلا بيكم يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات في ناس واجهتها مشكله في عمل الموكب للوجو على برنامج فيتوبيا، وناس مش عارفه تنزل البرنامج اصلا، وناس مش عارفه تنزل قوالب الموكب. ففي الفيديو ده هنحل كل المشاكل ديت. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه من اول تنزيل البرنامج لحد عمل الموكب وحفظ التصميم، فركز في كل خطوه احنا هنعملها ويلا بينا نبدا. اول حاجه هننزل البرنامج، هندخل على جوجل وهنكتب فيتوبيا، وخلي بالك جوجل مش جوجل بلاي. وبعدين هنختار اول نتيجه بحث، هيفتح البرنامج بالشكل ده، وبعدين هتضغط على الثلاث نقط دول وتختار انستول اب. وبكده هيبدأ البرنامج يثبت على تليفونك، ولو طلعنا هنلاقي البرنامج يثبت بالشكل ده. تاني حاجة هي تنزيل قوالب الموكب. التنزيل هيكون من قناة التليجرام، والرابط هتلاقيه في الوصف او تبحث عنها في التليجرام باسم GRD، وخلي بالك الحروف كلها كابيتال. بعد ما تدخل على قناة التليجرام هتلاقيني منزل لك مجموعة قوالب بالشكل ده، وعشان تنزل اي قالب هتضغط على الثلاث نقط دول وبعدين حفظ في التنزيلات، وبكده تحفظ عندك على الهاتف. وعشان ما تدورش كتير اعرف اسم القالب، عشان وانت بتضيفه لفيتوبيا تكتب اسمه هيظهر لك على طول. بعد كده هنفتح برنامج فيتوبيا وهنضغط على Open from Computer، وبعدين هتختار القالب من مكان ما نزلته، وخلي بالك هو هياخد وقت عبال ما يحمل القالب. بعد ما يفتح القالب معاك بالشكل ده هتقفل القايمة دي من هنا وتفتح قايمة الليارات. هتلاقي عندك طبقة متعلم عليها باللون الأزرق بالشكل ده، هتحددها، وبعدين من اللاير هتضغط على سمارت أوبجكت وتختار ريبليس كونتنت، وبعدين هتختار التصميم اللي عاوز تعمله موكب. ودي النتيجة النهائية. من فايل هتضغط على اكسبورت از، وبعدين تختار PNG، وبعدين سيف، وبعدين PNG تاني، وبكده التصميم اتحفظ على الهاتف بتاعك. يا رب يكون المشاكل اللي واجهتك اتحلت. في الفيديو اللي جاي هنصمم لوجو بتأثير النيوم بالشكل ده. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وبس كده في امان الله.